أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعد أحد أذرع الدولة لتحقيق التنمية من خلال ما تتمتع به من إمكانات ومزايا تنافسية، في مقدمتها مناطقها الصناعية والموانئ التابعة لها. جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها رئيس الوزراء لمنطقة شرق بورسعيد المتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وبدأ مدبولي الجولة بزيارة ميناء شرق بورسعيد، حيث تفقد الأرصفة الغربية بالميناء لمتابعة آخر مستجدات أعمال التطوير الجارية بها.